أيها الإخوة الكرام، إن نزول المصائب على الإنسان هو أجر يسوقه الله تعالى إليه إذا احتسب الأجر والثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يؤجر على عمله كله حتى على الشوكة يشاكها. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وإذا هي تشتكي الحمى وقد عصبت رأسها وظهر ألمها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خطبك يا عائشة؟ قالت: الحمى. الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المريض أن يتشاءم بمرضه. دخل عليه الصلاة والسلام يوما على رجل مريض فقال له عليه الصلاة والسلام، يقول لهذا الرجل: طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض وإن أصابك بالتعب وإن أصابك بإقعادك عن عملك لكنه يطهرك من ذنوبك، يطهرك ربما من أمراض موجودة فيك فيقضي عليها. وقد ثبت علميا أن بعض أنواع الحمى تقضي على فيروسات أصلا موجودة في الجسم. فهو عليه الصلاة والسلام نظر إلى الجانب المشرق من الموضوع من المرض وقال له: طهور إن شاء الله. لكن الرجل كان متشائما، قال: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تشاؤمه قال: فنعم إذن، يعني إن كنت دعوت بدعاء أن يطهرك الله من مرضك ومن ذنوبك فلم تقبل فدعوت على نفسك فليعطك الله ما ترغب فيه، فنعم إذن. فلم يلبث الرجل أن مات. ولذلك جاءت الشريعة بالتعامل مع الأمراض بأن يحتسب المرء أجره وأن يمارس نوعا من الطب الوقائي قبل